والتوحيد اصطلاحا أو شرعا هو إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فتوحد الله وتفرده بربوبيته بأفعاله، أنه الخالق وحده، المالك وحده، المحيي المميت المدبر سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. ثانيا تفرده بألوهيته أو بإلهيته، أنه الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فكما أنه الخالق وحده فهو المعبود بحق وحده. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه في سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فتصرف جميع العبادات لله وحده لا شريك له، عبادات كالدعاء والنذر والخوف والرغبة والرهبة والرجاء والاستعانة والاستغاثة إلى آخره من أنواع العبادات، وقد فصل هذا ولله الحمد، وما زال الناس ما زال الدعاة يفصلون، دعاة بحق. ثالثا تثبت لله التوحيد النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، فتؤمن بأن لله تعالى أسماء حسنى وله صفات علا متصف بها هو سبحانه وتعالى، جاءت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتثبت هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. أنت لا تعلم بالكيفية ولا تمثل الله بالمخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا تحرف الكلمة عن موضعه، لا تحرف صفات الله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، استوى لا تحرف، فتقول استوى بمعنى استولى، هذا تحريف. ومن غير تعطيل، لا تعطل صفات الله سبحانه وتعالى، لا تقول الله لا يغضب فتعطل الصفة، والله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، إلى آخر الآيات والنصوص. وإنت تكون موحد، موحد كيف؟ الله واحد سبحانه وتعالى، واحد في شنو؟ الله هو الخالق وحده لا شريك له، طالما هو الخالق الخلق ملكه، يبقى هو المالك سبحانه وتعالى. وفرق ابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس من الفتاوى بين المالك والملك، فقال: المالك المتصرف في المملوك، والملك الذي يأمر وينهى، لذلك يقال، قال ابن تيمية، يقال ليعسوب النحل ملك لأنه يأمر وينهى، ولا يقال لمالك الجمادات، ويقال لمالك الجمادات مالك لأنه قادر على التصرف فيها. المهم أنه سبحانه وتعالى هو المالك الملك لهذا الكون، وهو سبحانه وتعالى الآمر الناهي، الملك كما قال السعدي رحمه الله في تفسير الفاتحة يتضمن الأمر والنهي، ويتضمن الإثاب والعقاب، فمالك يوم الدين، أو فمالك يوم الدين
في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي الرواية الأخرى: ملك يوم الدين، هو الذي يأمر وينهى ويثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية، الخالق المالك والملك والمدبر للكون سبحانه وتعالى، والذي يحيي ويميت، فتفرده سبحانه وتعالى بهذه الأمور وبغيرها من أفعاله، وتفرده بالعبادة والدعاء. تسأل الله وحده لا شريك له، ما تسأل غير الله، ما تقول يا فلان الحقنا، يا فلان افزعنا، تكون موحد، ما تذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ما تمش لزول ميت في المقابر مدفون وفوق القبة وتمشي تذبح له، تعلق الخروف في باب القبة ولا في غيره، ولا تنذر له من دون الله سبحانه وتعالى. ان تصرف العبادة لله وحده لا شريك له، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تدعوا الأموات ولا تستغيث بالغائبين ولا تتوكل عليهم، لا تعلق التمائم حجبات، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وتفرد الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون أو ما كانوا يعملون. طيب، والأسماء والصفات دي فيها طوائف كثيرة ضلت، والكلام فيها يطول، والناس إذا وفقوا إن شاء الله تعالى يكون شرح كتابي القواعد المثلى، ونستمع جميعا، أنصح نفسي وإياكم بالاستماع إلى شرح الشيخ الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، فإنه شرح الأسماء، شرح كتاب القواعد المثلى شرحا بديعا، وشرحه في حياة مؤلفه ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب يا جماعة، قال: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. الأعداء لله تعالى والأولياء لله تعالى عند الكرب يفرون إلى الله تعالى، إلى توحيده. هذا في القديم. من هم أعداء الله؟ من عدو الله؟ عدو الله هو المشرك، الزول اللي بيدعو غير الله ده عدو لله تعالى. وأنت الشاهد يبلغ الغائب، من دعا غير الله فهو عدو لله، وإن سجد لله حتى انكسرت جبهته وشج رأسه فهو عدو لله تعالى. الذي يستغيث بغير الله عدو لله، الذي يعلق التمائم ويعتقد فيها النفع والضر أو الضر هو عدو لله، وإن زعم أنه من أولياء الله. وأما ولي الله فهو المؤمن الموحد، الدليل قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أجمعوا وأشملوا تعريف للطاغوت كما ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا ذكره الجامي في تعليقاته على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، هو تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى. دار تعريف الطاغوت
أشمل وأجمع تعريف للطاغوت هو قول ابن القيم رحمه الله: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ده الطاغوت، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود يعبده من دون الله تعالى، تجاوز به الحد، حده أنه مخلوق وأنه ضعيف، فتجاوز عابده الحد فجعله معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. والمتبوع الذي يتبعه في معصية الله سبحانه وتعالى ويطيعه، والمطاع بل يطيعه في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. لما انتهي القربة العدو لله بفرل التوحيد، والولي لله بفرل التوحيد، لأنه التوحيد فيه النجاة. قال: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك سفينة دعوا الله مخلصين له الدين. ده أعداؤه ذاته اركبوا السفينة وماشيين في البحر بالسفينة، والموج بقى بدوك في السفينة، والموج كبر وبقى كالجبال، وخلاص أحسوا بالغرق أو بدنو الآجال هم لا يعلمون، فأصابهم الفزع والخوف، يفرون إلى الله بالتوحيد، دعوا الله مخلصين له الدين. ما بقولوا يا الله ويا الأصنام، لا، دعوا الله وحده، دعوا الله مخلصين له الدين. مخلص يعني شنو؟ زول قال يا الله ويا فلان، واحد تاني قال يا الله وحده لا شريك له، نجني من الكرب. المخلص يا تو الأول ولا الثاني؟ الثاني، الثاني. وديلك الأوائل ناسك ديل ديل في الكربة يا دوب بجروا من التوحيد، والله ديل جات الكربة يا دوب بجروا للجماعة، والناس تبقى واضحة الموضوع ده ما طويل. يا ناس الموضوع ده طويل شديد، نشكو إلى الله ضعفنا وقلة الحيلة وشدة الغربة في بلد الإسلام. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. البر ده ما خلاص وصلوا الجيفة بعد ذا يطمئنوا، لكن يبيل هناك في البحر حدود ما بحد ما في، والغرق قرب وما في حاجة، وبعدين الجيفة بعيدة وبقوا في النص بيسألوا الله سبحانه وتعالى. ديل الكفار ينجيهم الله بالتوحيد في الدنيا، انظر إلى عظمة التوحيد، مع أنه سبحانه وتعالى يعلم أنهم إذا وصلوا البر أشركوا به مع علمه، لكن لما استعملوا هذا السلاح العظيم هو التوحيد مع علم أنهم سينقضونه نجاهم الله تعالى لإقامة الحجة عليهم كاملة بعد بعث الرسل وإنزال الكتب تبليغ الدعوة. وهذا أمر عملي، يفرون إلى التوحيد. قال: وأما أولياؤه، ذيل الأعداء ذيل في الدنيا تراه استعملوه في وقت معين وخلوه بعدين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال: وأما أولياؤه، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم، فينجيهم به من كرب من كربات الدنيا والآخرة، فينجيهم به بهذا التوحيد من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما. شدائد الدنيا
تفر إلى الله بالتوحيد، وشدائد الآخرة تفر إلى الله بالتوحيد. وأنت في الدنيا إذا وحدت الله نجاك من الشدائد التي تكون في الآخرة. جماعة الزول، الزول ما يفكر، ما يتدبر. الزول في الدنيا دي مما تصبح الواطة، كما في صحيح البخاري من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول، أي العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. ده مش توحيد؟ لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري: من قالها بالنهار موقنا بها، موقنا بها، فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ده ما باب حسن خاتمة الله فتحه له. ومن قالها بالليل، بالمساء، بالليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده في الدنيا أنت مرتاح، هذا جاتك الكربة، دعاء الكرب كما سيأتي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده مش توحيد؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. موسى عليه السلام قال الله تعالى في سورة طه: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ده مش التوحيد؟ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إبراهيم عليه السلام في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. النبي عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بعدين في الموت: من كان آخر كلامي، أي من الدنيا، لا إله إلا الله دخل الجنة. وجد التوحيد في القبر. أول سؤال شنو؟ من ربك؟ والجواب التوحيد. ويوم القيامة قال أبو العالية من التابعين: سؤالان يسأل عنهما الخلائق يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ الجواب التوحيد، الجواب الله بنجيك به والتوحيد، إذا قمت به في الدنيا وقلته في الآخرة. والسؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ فجماعة التوحيد ده لا بد منه، لا بد ليل نهار أنت تكون طوالي مع التوحيد. توحيد ناس يا أخي الصخرة نزلت كر توسلوا لي الله سبحانه وتعالى، سألوا الله: اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من الكرب، أو كما قال، أو اللهم إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من الكرب، فتنحت الصخرة إلى آخره. وهكذا التوحيد، ناس توحد الله وتشتغل بالتوحيد والله بيرفعك ليل نهار، تشتغل توحيد ليل نهار وما تمل أبدا، ما تمل. رسول دعا للتوحيد صلى الله عليه وسلم 23 سنة مما جاءت النبوة والرسالة إلى أن لقي الله قبل أن يموت بخمس، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. اكتواصل توحيد توحيد إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، إذا وفقك الله ما تمل. الله اداك منبر، الناس يشتغل توحيد، ما يقول لك غير المواضيع والناس اتطورت والناس دي كذا وكذا، اتطوروا دار يصلوا لشنو؟
داري صلوا لشنو يعني؟ ولك الناس طلعوا القمر تقعدين هنا، كفار طلعوا القمر، رسول فات القمر مشى فوق إسراء والمعراج، مشى فوق سماوات سبع فات، تحدك يا ذو القمر احنا رسولنا فات القمر مشى فوق، حصلوا فوق جيبوا لنا بس جغمة من موية السماء فوق، حصلوا السماء هبشوها سباغة صلوها، ما بيصلوا يا خلافين ساينا، صاروخ بفوت الجاذبية الأرضية تاني بلف ساي، وكان وصل محل معين بقيف فيها بس حد معين وبقيف. يا ناس وصلوا القمر وانتوا قاعدين هنا، هذا لك وصلوا انت وصلت وين؟ هو مبدا ما وصله. ولافين وسخروا بك عين لك، معليش الموضوع ده لمين ده ليه؟ لمين معليش. طيب قال وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفزع إليها أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. أتباع الرسل فزعوا إلى التوحيد فنجاهم الله تعالى. وانظر إلى سيرهم، الذين آمنوا مع نوح عليه السلام نجاهم الله في السفينة، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فالنجاة من عذاب الله من النار، كما في البخاري ومسلم من رواية عتبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأنه دبعت شنو؟ فات الوقت، فات الوقت. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ملائكة جو والعذاب نزل، تاني ما في إيمان، أينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ قال لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. خلاص انت قبل كان تؤمن بالغيب، انت بعد شفت الملائكة دار تؤمن، أصل الوقت ذاك الكافر والمسلم بعد ما شافوا، لكن قبل المؤمن أو المؤمن في الدنيا دي يؤمن بالغيب، انت فوتت الإيمان بالغيب حتى صار الغيب عندك شهادة ونزلت الملائكة، وعند نزول الملائكة لقبض الأرواح يراها المؤمن والكافر، أما المؤمن قبل نزول الملائكة يؤمن بالغيب والكافر لا يؤمن بالغيب، وهذا الفرق أو من الفروقات. قال هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. جاتك مصيبة بس تفر إلى الله تعالى بالتوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، المصائب الكبيرة سبب الشرك، المصائب سبب أصلا الذنوب كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى، وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء قال تعالى فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب سببها الذنوب، والمصائب العظام
سببها الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا جماعة، الناس تحرص كل الحرص على التوحيد، زول الدائر الله يغفر له وحد الله، في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وحيد ده أمره عظيم، أمره عظيم، وليس مجرد التلفظ بالتوحيد. لذلك وهب ابن منبه، وهب ابن منبه رحمه الله تعالى في صحيح البخاري قال: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان. مفتاح ده عنده أسنان، مفتاح بتاع باب تيجي تفتح بخزنة ما بيشتغل، فأي واحد عنده شنو أسنان معينة. فالتوحيد ده مفتاح الجنة، لكن عنده أسنان. انت تجيب توحيد أصلي، توحيد أصلي، علم تمام، عارف توحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أيوه، معناه شنو؟ معناه لا معبود حق إلا الله، المعبودات الثانية كلها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وتكون على يقين، كلمة دي ما تقولها وعندك شك، على يقين أن الله هو الواحد المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وتنقاد وتحب الله وتصدق و إلى آخره، والقبول إلى آخره، شروط لا إله إلا الله هي معروفة، والصدق. قال: فائدة، اللذة تابعة للمحبة، كونه تتلذذ بالإيمان وبالدين وبالعبادة، أي دي لذة عظيمة. زول تلقى فقير ساكن في بيت يمكن مروحة ما فيه، وتشوفه ببرة كذا تقول زول ده تعبان، ومرتاح أكثر من فلان وفلان، مرتاح نفسيا مرتاح، تلقى يخط راسه وطق ينوم، ذاك لين وصل الليل ما قادر ينوم، وده تشوفه كذا تقول تعبان ومرتاح. فالراحة دي ما كثرت المال ولا كثرت الأولاد ولا شدة الصحة، اللذة هي لذة العبادة، هي اللذة النافعة أو التي فيها السعادة. قال: اللذة تابعة للمحبة، ودي بتجي للزول دائما، الزول اللي بيتوب كما في البخاري ومسلم، حديث كعب بن مالك، حديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عن كعب ورحم الله عبد الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب، قال له: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، واليوم الذي تتوب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، اليوم الذي تاب فيه كعب أو جاءت توبته من عند الله سبحانه وتعالى، يوم اللي بتتوب وتنكسر لله وتقرأ قرآن، تكون منشرح متدبر للآيات اللي بتقرأ، تقرأ سورة الشعراء، القصص دي كلها، تقرأ قصة نوح عليه السلام كأنك شايفها قدامك، متدبر، وهود وإلى آخره، وإبراهيم وموسى وغير أولى من الأنبياء الذين ذكروا وذكرت قصصهم في سورة الشعراء وفي غيرها من السور، هذا كمثال.
وتقرأ آيات الرحمة وآيات العذاب والآيات التي فيها ذكر الجنة والآيات التي فيها ذكر النار والآيات التي تزهد في الدنيا والآيات التي ترغب في الآخرة والآيات التي فيها الأحكام والآيات التي فيها ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى والآيات التي ترغب العصاة في التوبة، فتقرأ كتاب الله تعالى وأنت متدبر لهذا الكتاب متلذذ به، وتعمل الطاعة، تصلي لله تعالى وكأنك ترى الله أمامك سبحانه وتعالى ومطلع عليك وهو فوقك، وأنت خاضع منكسر بين يديه سبحانه وتعالى، خاشع له، ذليل بين يديه سبحانه وتعالى، فتعمل الطاعات وأنت تتلذذ بهذه الطاعة. قال: اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها، وتضعف وتضعف بضعفها، كلما قويت المحبة قويت اللذة، وكلما ضعفت المحبة ضعفت اللذة، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم. ده كلام واضح. قدر ما تشتاق وتحب الله سبحانه وتعالى تتلذذ بعبادته، تكون سعيدا في هذه الحياة الدنيا. قال: والمحبة والشوق، ما ذي الأسباب السعادة؟ طيب، تابع، هذا السبب هو المحبة والشوق، تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل. تعرف الله، تتعلم سبحانه وتعالى، فإذا عرفت الله صار في قلبك شوق إلى الله تعالى وصارت فيه محبة، فإذا صار فيه شوق وفيه محبة كانت هناك لذة. دي ثلاثة أشياء: علم ومحبة وشوق ولذة. فاللذة تابعة للمحبة، والمحبة تابعة لشنو؟ للعلم. فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فكلما كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب. مكتوبة عندكم كذي ولا مكتوب فيها فمن كان يؤمن؟ مش مكتوبة كذي؟ أنا برضو لقيتها كذي لكن أنا صلحتها، صلحوها. فكلما كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب. ركز فيها كويس، هي واضحة. فكلما كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب. قدر ما يعرف الله بأسمائه وصفاته ويعرف دين الله سبحانه وتعالى ازدادت محبته لله سبحانه وتعالى. قال: وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. كلما عرفت الله، كلما عرفت الله ازددت محبة لله، وكلما ازددت محبة لله زادت لذتك بالوصول إلى الله ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه سبحانه وتعالى. قال: وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر. لذات الدنيا دي بالنسبة للذة الشوق إلى لقاء الله ومحبته وطاعته وفعل طاعته سبحانه وتعالى، لذات الدنيا كقطرة بالنسبة لشنو؟ للبحر، كقطرة في بحر. قال: فكيف يؤثر من له عقل، فكيف يؤثر من له عقل
لذة قصيرة مشوبة بالآلام، مشوبة مخلوطة بالآلام، دي لذة الدنيا ضعيفة، واحد، قصيرة سرعان ما تنقضي، اثنين، ثلاثة، مشوبة بالآلام، الآلام. أنا دار أعرف لذة في الدنيا دي بتاع الدنيا كاملة، أنت كذا أذكرها كاملة كذي من البداية للنهاية وتستمر معاك فترة، ما ف يا أخي تتزوج المرأة من الصباح تصحى صارة وشها، ما سويت أي شيء ولا جيت في الحلم ولا سألتها ولا أي شيء، يا مرة سلامة كيف أصبحت؟ لا أصبحنا شنو، الستائر دي ما تغيرها، يا مرة الشمس ذاتها ما طلعت عشان الستائر تشتغل، تصر لك من تصبح مع الشغلة دي ما جايطة، وتمشي قروش الليلة زادت بكرة بتنقص، أكل الليلة كويس بكرة يبقى انتهى، وهكذا تأكل بعد شوي بطنك بتتضايق، ما في بيت عمارة تشتريها بعد شوي تشقى، جيبوا لها مهندس ودي الشقة شنو في داعي تشقى، ما أصلها بتشقى. طيب قال فكيف يؤثر من له عقل، يؤثر يقدم يؤثر، فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد، وهي لذة الشوق إلى لقاء الله في الدنيا وفعل الطاعة والنظر إلى وجه الله في الآخرة ودخول الجنة. قال وكمال العبد بحسب هاتين القوتين، العلم والحب، أن تعرف الله وأن تحب الله، وأفضل العلم العلم بالله، علم ثلاثة، علم بالله وبشرع الله وبالجزاء، جزاء المطيع الخير بفضل الله، جزاء العاصي الشر بعدل الله أو العقاب. وأفضل العلم العلم بالله، قدر ما تعرف الله سبحانه وتعالى وتتعلم هذا فضل عظيم هو أشرف أنواع العلم. وأعلى الحب، الحب له أن تحب الله. وأكمل اللذة بحسبهما، بحسب العلم والحب. قال والله المستعان. فده كله يا جماعة الكلام ده ملخصه أن هناك لذة في الطاعة وهي في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، سورة النحل. قال ابن كثير قال علي رضي الله عنه قال الحياة الطيبة القناعة، وقال ابن عباس رضي الله عنه حياة الطيبة الرزق الحلال، إلى آخر ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب ده في الدنيا، وفي القرآن ونصوص كثيرة، وفي السنة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أو نبيا رسولا. وفي صحيح مسلم أيضا من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ترتاح، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنت كذا سأل نفسك السؤال، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيحب الله محبة المخلوق للخالق والعبد للسيد، ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان على الهدى وعلى الطاعة والإيمان الكامل، ولأنه جاء بالخير من عند ربه سبحانه وتعالى، ويحبه محبة الطالب للمعلم
محبة فيها تعظيم لكن ليست كمحبة الله سبحانه وتعالى. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، زول تحب في الله بس سبحانه وتعالى، لأن زول مؤمن كما قال الفوزان في شريط له بعنوان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال الحب في الله أن تحب الرجل لإيمانه وعمله الصالح، وإن لم تعرف اسمه. زول لو ما بتعرف اسمه بس هذا مؤمن بصلي، انت ظاهر لك انه زول لو مؤمن هذا وبصلي بيعمل عمل صالح، تحبه في الله بس سبحانه وتعالى، لا لأنه أحسن إليك ولا لأنك تعرفه ولا لأنك وإلى آخره. وده ما في مانع انك تحبه وتكون بتعرفه، لكن اصلا انت بتحبه لله سبحانه وتعالى لأنه مؤمن ويعمل الأعمال الصالحة، فمحبتك له في الله سبحانه وتعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. طيب، قال قاعدة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: طالب الله والدار الآخرة، الذي يطلب الله رضا الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما عند الله، طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين. اسمع الكلام ده مفيد جدا، انت ما ماشي لي الله سبحانه وتعالى، سائر في الطريق تريد وجه الله سبحانه وتعالى وتريد الدار الآخرة، لا يستقيم لك سيرك إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه. ماذا تطلب؟ رضا الله. ما هو مطلوبك؟ رضا الله سبحانه وتعالى، مطلوبك ربك سبحانه وتعالى وجنته. حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره. ماشي عديل دلب لا يمين لا شمال، ماشي عديل بس اللي بيتلف الدم ما بيصل، لا بيشوف حاجات في الطريق بيدخره، زول الدوكت معين وماشي لو يتلفت بيدخر. عشان كذي الغزال في حيوانات بتجر من الأسد، وأعداد بتتلفت بقبضة، وأحداث بتجر عديل ما بتتلفت، بس ما من الخوف جارية لكن ما بتتلفت، دي ما بقبوضة، دي بتمش عديل، انت ما تتلفت تمش عديل بس. يا اخي واحد تلقى بتاع كارة، اعز الله السامعين واكرم السامعين، عنده حمار عشان ساوي له غلبة تلقى ساوي له كرتون بالجنبات، ده ماشي عديل امور واضحة، انت ما زي ده، انت ما زي، حاشا لله. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، لكن ده مش عديل، وانت مش عديل ما تتلفت، كي تلفت بتقيف. في ناس مشاغبين بيجاي وبيجاي، بيجاي بتاع انشاوات وبيجاي بتاع بدع، ده المشاغبين في الشارع ما تتلفت، مش عديل بس، مش عرفت الدرب مش عديل، وما تتحزب، الدرب ده ما فيه تحزب. انت القائد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، تاني ما تخدت لك زول في النص، زول من أصحاب الأحزاب والطوائف والجماعة، خليك حر بس مش عديل بس، مش وانت مخلص لله تعالى متبع الحق. طيب، قال: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، فيطلب وجه الله والطريق الموصل إلى الله تعالى، ومطلوبه رضا ربه سبحانه وتعالى، ويحبس قلبه عن الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال: وحبس لسانه عما لا يفيد، دار مجاهدة، وحبس لسانه عما لا يفيد. في ناس أي شيء إلا يعلق عليه، إلا يعلق، ودي كذا، واليافطة دي مفتولة، وكان قال له نزلها ما بيقدر، ودي كذا، والشارع ده المفروض نازل، أي جدار يعلق، ما يلفظ من قول إلا شنو لديه رقيب عتيد. قال: وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته. تقدر تحبس لسانك على ذكر الله، أنت موفق،
سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس بيتكلموا بكلام فارغ، أنت ماشي ولا شغال بهم، ماشي في الدرب، ماشي عديل لله سبحانه وتعالى. في ناس كذي والله موفق، واحد تلقى موفق دائما يتكلم بالخير بس كلام فارغ ما عنده، كلام كله خير. الزول يحبس لسانه على الخير، ما يطرق للسانه العنان، بعدين بيقوده للمهالك، كما في حديث معاذ رضي الله عنه في الترمذي وفي صحيح الجامع: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لسان ده بيزرع، انت بتزرع بعدين الحصاد بتلقى يوم القيامة، يا حصدت خير يا شر، ما تفيك لسانك زاي. كم كلمة قالها العبد ليضحك الناس فكان السببا لبكائه يوم القيامة، وكم كلمة قالها عبد ليرضي فلانا فكان سببا لغضب الله عليه. فاتق الله في اللسان، ثاني اتق الله في لسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في البخاري ومسلم. بعدين هو ما قال من كان يؤمن، قال بالله واليوم الآخر، وذكر بالإيمان بالله، ذكر بالله وباليوم الآخر لعظمة هذا الأمر. فأنت إذا تذكرت ربك سبحانه وتعالى فإنك لا تقول إلا ما يرضيه، وإذا تذكرت اليوم الآخر فإنك لا تقول إلا ما يكون سببا لنجاتك في هذا في ذلك اليوم. قال: وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، الجوارح تحبسها عن المعاصي والشهوات، اليدين والكرعين والفرج إلى آخره، وحبسها على الواجبات والمندوبات. واجبات جمع واجب، وهو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، يثاب فاعله ويعاقب شنو تاركه. والمندوبات، المندوب المستحب، يصلي في المسجد ويتنفل ويستغفر ويسبح و إلى آخره، يقرأ القرآن. شوف ابن القيم رحمه الله بعد هذا الكلام ذكر كلاما قيما ومفيدا وفيه تزكية للنفوس، لو وفق الله العبد لأن يستفيد منه الفائدة المرجوة. قال: فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلص من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه بعد الموت، ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات، ده كلام ماذا شرح، ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. قال: فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. مش كلام عجيب؟ فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. قال: وبالله التوفيق. ذكر بعض النقولات عن السلف، وأكثر هذه النقولات تدور حول التقوى وهي واضحة إن شاء الله تعالى. قال: ودع ابن عون رجلا، ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله. قال ابن عون للرجل: عليك بتقوى الله، إن المتقي، إن المتقي النازل ما في المعهد بيدرسون، بعدين في أسماء وكلمات لا تنطق عليها شنو علامات الإعراب، وأحيانا المانع الثقل، وأحيانا المانع
التعذر. هاي الناس تشيد حيلة وتجتهد، القاضي والفتى إلى آخره. طيب، وفي واحدة واضحة، قال عليك بتقوى الله، إن المتقي ليست عليه وحشة، أي أن المتقي لله سبحانه وتعالى ولدار الآخرة ليست عليه وحشة، لأن التقوى هي خير زاد وخير رفيق. قال زيد بن أسلم: كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا، وإن كرهوا لابد أن يحبوه. وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. كلام واضح، إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. كثير من الناس يخالف السنة ويخالف بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقاء للناس، خوفا من كلام الناس، وهم لن يغنوا عنه من الله شيئا، لا في الدنيا ولا يوم القيامة. وقال سليمان بن داود، أي عليه السلام: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. ذكر ثلاثة أمور. قال: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وهذا من فضل الله علينا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، واحد، والعدل في الغضب والرضا، كن عادل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة في السلسلة الصحيحة. قال: وفي الزهد للإمام أحمد أثر إلهي، ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، حبال السماوات والأرض وأسباب السماوات والأرض، لأنه اعتصم بمخلوق دون الله سبحانه وتعالى. قال: فإن سألني لم أعطه، أنه اعتصم بغير الله، وإن دعاني لم أجبه، لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له، وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي، اعتصم بالله. قال: إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. قال: فائدة جليلة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم، قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. زول تقي ده أحسن الذي بينه وبين الله تعالى، فيحبه الله، كما في سورة التوبة في الآية الرابعة في آخرها وفي آخر الآية السابعة في آخر الآيتين: إن الله يحب المتقين. وإذا كان حسن الخلق فإن الخلق يحبونه، فإذا اتقى الله أصلح الذي بينه وبين الله، وإذا
كان حسن الخلق فإنه يصلح الذي بينه وبين الخلق. قال: فائدة جليلة بين العبد وبين الله والجنة قنطرة. قنطرة ديك الديوان زي الغرفة الكبيرة، وهذه يعني القنطرة ديك القنطرة المقصودة عند ذكر أهوال الآخرة ومنازل الآخرة، وفيها يجمع بين الظالم والمظلوم فيقتص من الظالم للمظلوم. لكن هنا قال: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، في حاجز أو منزلة بين بين العبد وبين ربه والجنة. وهذه والقنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، هاتان خطوتان. فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، نفسه دي ارميها ما يعظمها، وأنا خطير، خطير شنو؟ وأنا عظيم وأنا كذا وأنا متعلم وأنا لا لا لا، نفسك دي خدتها تحت بينك وبين الناس، ما كذي بس الناس ذاته عندهم شغل، نفسك دي أرمية في الواطة، ما تتكبر على شنو؟ على الناس، وإنما تتواضع لله سبحانه وتعالى، تنكسر لله وتتواضع مع الخلق. قال: ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله. لو في خير، الخير تدي لنفسك ولا للناس؟ تقوم الخير تدي شنو؟ للناس، كذي نفسك خطيتها تحت كمثال. طيب في رضا، ترضي الناس ولا ترضي الله سبحانه وتعالى؟ ترضي الله، ديل الناس زحيته، نفسك والناس الخطوتين ديل انتهيت منه. قال: فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إلى الله. يعني الناس ديل ما تجر ورا زول الدنيا، وإنما الذي يدلك على الله وعلى الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى من الناس هذا تلتفت إليه، تستمع كلامه وتستفيد منه فتسلك هذا الطريق. فتلغي نفسك وتسقط هذه النفس بينك وبين الناس، وكذلك الناس. قال: ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصل إلى الله. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. وقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى في القرآن أيضا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. فذل هاتان خطوتان: ألا تلتفت إلى هذه النفس ولا تعظم نفسك، بل تنكسر لله وتتواضع للخلق. وأما الناس فتقدم لهم الخير ولا تلتفت إلى رضا الناس، وإنما إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وتذهب وتجلس عند من يعرفك بطريق الله سبحانه وتعالى. طيب، أو ترافقه حتى تعرف الطريق وتسلكه. قال: صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون،
فسالت أودية بقدرها. مش كلام عجيب؟ صاحب الصحابة واعظ. ما هو الواعظ؟ اقترب للناس حسابهم. هذه الآية هي أول آية من سورة الأنبياء. قال الشوكاني في فتح القدير قال بعضهم ذكر أن بعض أهل العلم قال المقصود بالناس هنا الكفار، لأن بقية الآية والآيات التي بعدها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال بعض أهل العلم الناس المقصود بها جميع الناس أو عامة الناس إلا من نجاه الله تعالى بأن يبتعد عن الغفلة إلى آخره. اقترب للناس حسابهم، قيامة قربت وهم في غفلة معرضون. كذا شوف حال الناس السبر، إلا من رحم الله، غفلة وإعراض. تجي ماشي بالأندية ترى العجب العجاب، تجي ماشي تفتح التلفزيون مصايب، تسمع في الرادي كذا، شغل الرادي. يوم ذاك شغلت الرادي عندي سماعة ركبتها في الرادي، استغربت ذاته، عملت كذي قلتها تحديث الإذاعات، جاتني 30 إذاعة ومرة كم 42 إذاعة ولا 43، عشان ألقى ثلاثة بس بتاع الدين تعبتها. سمعت كم حاجة في النهاية قفلت الشغلة، قلت هذولها الله يستر، والله دي الإذاعات بس خليتها تفتح حاجة تاني. غفلة عجيبة، زول تذكروا بالآخرة يعاين لك يقول لك هذولها. وفي ناس بيسلم عليهم بيستغربوا بعاين، بيقول المخلوق الغريب ده شنو في بلد إسلامي. قال فجزعت للخوف قلوبهم، صحابة ديل بيخافوا الله سبحانه وتعالى. قال فجرت من الحذر من الخوف من الله تعالى العيون، فسالت أودية بقدرها. الآن والله قال سبحانه وتعالى في سورة الرعد ملاية دي بدايتها أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. وهنا من لطائف ما ذكر أهل العلم أن الماء يأتي من السماء فيحيي الأرض الميتة، والوحي يأتي من السماء فيحيي القلوب الميتة، والقلوب على درجات، فالوحي يؤثر فيها بحسب درجاتها، والأرض على درجات، والماء يؤثر فيها وبها بحسب شنو درجاتها. زي ما بتنزل موية من السماء في أرض رملة تبلع الموية انتهت خلاص، وأرض قيعان تحبس الموية، الناس بيجوا بيغرفوا شيلوا أرض دلجة ساي ما الموية بتنزل تحت ولا بيزرعوا فيها، لكن في النهاية بتحبس الموية بيجوا بيشربوا الناس استفادوا. وفي أرض زراعية دي في النهاية بتنبت في النهاية استفادوا. فدي الموية تجي من السماء، الوحي برضو بيجي من السماء في قلوب مؤمنة وخاشعة، الوحي بأثر فيها. وفي قلوب تراه دلجة زي دي، وفي قلوب لا بتستفيد لا لنفسها لا لغيرها. في ناس تراه بيحفظوا النصوص وبلغوها، قد هو ما يخشع لكن بيذكر النص، في زول بيسمع النص بيمشي بيخشع وبيستفيد. وفي واحد تراه لا بيستفيد لنفسه ولا لغيره، نسأل الله العافية. قال تزينت الدنيا لعلي رضي الله عنه. نتم الفقرة دي ونختم إن شاء الله تعالى، أنا شايف فاضل 3 دقائق. قال تزينت الدنيا لعلي رضي الله عنه فقال أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك. طلق شنو؟ 3. قال وكانت تكفيه 1 للسنة، لكنه جمع 3 لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة.
قال: ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل. ما طلق ثلاثة والزول بعد يطلق ثلاثة ثاني إلا يتزوج شنو؟ رجل آخر. وفي محلل كمان، ده بيتزوج عشان يحلل شنو؟ المرأة لذاك الأول. قال: ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل، كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل. وده كلام واضح. فإنت غايته طلقها، كان قدرت الأولى ماشي كويس، ثانية الثالثة أمورك بتوضح. وفي ناس قطاع طرق ديل زي الجودية، تطلق الأولى بجوك لو ما معقول وعديل كدي والشغلة دي، ثاني يجروك ليها الدنيا، ثاني طلقها حد ما ترتاح. قال: ما في هذه الدار ترتاح بالعبادة والطاعة والاستقامة إلى آخره، وتجعل الدنيا في يديك إذا كان عندك بعضها مما لا يضرك لا في قلبك. قال: ما في هذه الدار موضع خلوة، الدنيا دي شغل كثير واجتهاد إلى آخره، فاتخذه في نفسك، أي اتخذ هذا الموضع للخلوة في نفسك بأن تتذكر الله كأنك خال وأنت في وسط الناس تستوحش منه بسبب الانشغال أو بأمر من الأمور. قال: لا بد أن تجذبك الجواذب، فاعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. لا بد أن تجذبك الجواذب، زول ماشي كويس بعد شوية بتجي حاجات، فاعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. لا تضرك ما دم، ولا تضرك ما، وهنا يعني ضبطها بفتح الراء، ولعل المقصود ولا تضرك، أي أنت إذا كنت في وسط هذه الشواغل وأنت تتذكر الله كأنك خال بالله سبحانه وتعالى، لا تضرك، لكن إذا انشغلت بها هذا الذي يحدث به الضرر. قال نور الحق، معليش بس صبروا لنا شوية. قال نور الحق أضوأ من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشى عنه، دي واضحة. قال الطريق إلى الله، دي آخر فائدة ذكرها هنا. قال الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا شنو يوقنون. نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الآجال ووفق نواصل.